ومن عالم الفضاء إلى عالم الروبوتات، حيث تستضيف بكين حاليا مؤتمر الروبوت العالمي 2016. يجذب هذا المؤتمر الشركات المصنعة الكبرى وجمعيات واتحادات رئيسية من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل. ويتميز هذا العام بروبوتات ذكية متنوعة تظهر أمام الجمهور للمرة الأولى. التفاعل مع الناس هو أكثر المشاهد جاذبية على وجه التحديد. 小爱，请介绍一下您自己。您好，我是小爱服务机器人，不仅颜值高气质好，而且智商一流，知识渊博。小爱，我的信用卡丢了怎么办？您先别着急，我马上代您去找柜员姐姐办理挂失手续。 يمكن للصغيرة آي أن تجيب عن أسئلة في شتى المجالات بمعرفة محترفة، كما تستطيع التجول لتساعد الناس، ويمكنكم رؤيتها في مجالات مختلفة مثل المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية ونظام الضرائب. والشيء الآخر الذي يلفت أنظار الناس أثناء النشاط هو تحديات الروبوتات المائية التي تظهر فيها الروبوتات تحت الماء لأول مرة. ففي مباراة 2-2 التي امتدت 10 دقائق، حاولت الأسماك الآلية رمي الكرة نحو الهدف مقلدة مباراة كرة القدم حقيقية. نأمل أن لا تكون تحديات الروبوتات تحت الماء منصة مسابقة فحسب، بل منصة للتعليم ودراسة تسهم في بحوثنا وإنتاجنا. كما ستجري سلسلة من المسابقات للروبوتات لاحقا، بما في ذلك تحديات طيران للطائرات بدون طيار ومباريات كرة القدم بين فريقين من الروبوتات.